بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. سلام ونعمه ومحبه رب المجد يسوع معكم ايها الاحباء المباركين. يوافق اليوم 25 امشير شهاده القديسين رخبس وفيليمون. القراءات بتقرا من يوم 20 ابيب، ولعلنا نذكر هذا التاريخ 20 أبيب اللي هو استشهاد القديس الأمير تدرس الشطبي اللي هو بيوافق يوم 27/7 تقريبا. الأناجيل بتتكلم على الحكمة الإلهية، بتتكلم على الوقوف أمام الملوك والولاة وعدم الاهتمام بذلك، لأن الله وعد أن يعطي الروح القدس وهو الذي يتكلم عنا. الرسائل الحقيقة هي اللي لفتت نظري أن احنا نخلي بالنا أن بتتكلم على ثلاث حاجات. الجانب الأول وهو الآلام اللي بتقابل أولاد الله، منها التسليم أمام الملوك والولاة، منها أمام النجف، وإزاي الحاجات دي نقدر نرد عليها. يقول كده في إنجيل القداس: أشكرك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء وأعلنت للأطفال. لكن بقول الشيء الملفت أيضا، وده بنعمة ربنا عشان نربط القراءات مع بعض، البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس، وبيقول له كده: فاشترك أنت في احتمال المشقات أو الآلام كجندي صالح ليسوع المسيح. وهي رسالتنا كأولاد الله باستمرار، قال عنا سيد المسيح، وهو الآلام أو الضيقات أو الصليب أو الأتعاب. كل هذه الأمور هي من أجل دخولنا إلى السماء. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل الملكوت. ويأتي معلمنا بولس الرسول في نفس الرسالة بيقول كده: الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود، لأنه بيتكلم على البشارة والكرازة اللي من أجلها حتى مستعد أن يحتمل كل المشقات، لكن كلمة الله لا تقيد أبدا. لذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين. الكاثوليكون بيكمل لنا هذه الرسالة من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، يقول كده: والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة. وكأن بيربط لنا الآلام دي لربما تكون من الخارج، من سواء إذا كان في شكل اضطهادات أو أتعاب أو محاكمات، أو لربما تكون الآلام دي بيننا وبين بعض. إبليس عدوكم يجول كأسد زائر، يخلق مشقات، يخلق خصومات، يخلق متاعب ما بين الآخرين. عشان كده يقول كده: كونوا جميعا برأي واحد ككنيسة، كأعضاء في جسد المسيح الواحد، كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام. يأتي الإبراكسيس ويورينا جانب من هذه الآلام أو المشقات اللي قال عنها في رسالة إبراكسيس أعمال الرسل أصحاح 27، وبتكلم فيها عن لما اتكسرت بهم السفينة وهم في البحر ونجوا بنعمة المسيح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: بهذه الواسطة كانت نجاتنا جميعا إلى البر، ولما نجونا علمنا حينئذ بأن تلك الجزيرة تدعى مليطة. لما نجمع كل هذه الأقراءات مع بعض يا أحبائي، ده بينقلنا لقصتنا في هذا اليوم اللي هي محتاجين إن احنا نخلي بالنا فيها، وخاصة إن احنا هنبدأ على بداية الصوم بنعمة المسيح. قصة بتقول كان في 2
رجلين من أبناء إحدى الكنائس وكلام دي في إحدى دول المهجر، وكان ليهم علاقة واضحة وارتباط بالكنيسة، لكن للأسف استطاع الشيطان إن هو يوقع خلاف بيناتهم، وأخذ يتزايد مع الزمن لحد ما وصل هذا النزاع إلى المحاكم. في يوم من الأيام كان أحد هؤلاء أحد الرجلين دول كان في زيارة لمحامي في المكتب بتاعه، وأثناء ما بتكلم مع المحامي انقطع الحديث مع المحامي. جاء تليفون للمحامي، والمحامي ابتدى ان هو يتكلم معه شخص اخر، مش الطرف الاخر لكن شخص مجرد بيتصل بالمحامي. المحامي ابتدى ان هو يتكلم، وبعد كده خلص المكالمة ورجع لهذا الشخص اللي هو يعتبر الموكله، فبيقول له اين نحن؟ قصد بهذه العبارة انه هو يقول له احنا وصلنا لانهي نقطة في الحديث بتاعنا وفي الكلام بتاعنا. شوفوا ترتيب الله يا احبائي، لما يوجد فتحة او يوجد مدخل لوجود نعمة الله وتدخل نعمة الله والروح القدس. لكن هذا الشخص المسيحي الاول اللي مشى للمحامي لم يتذكر هم وقفوا وين، لكن أول من المحامي قال له هذه العبارة أين نحن، يقول كده في القصة أنه تذكر كلام الله مع آدم بعد السقوط، لما قال له آدم أين أنت. هذا الإنسان أخذ هذه الرسالة وساب المحامي، قال له نوقف الكلام وعن الموضوع اللي أنا جاي لك فيه، ورجع إلى بيته. مغزى أو تكملة القصة بتقول إنه هذا الشخص وهو بيحكي بيقول إنه الله نبهه إنه بهذا النزاع بينه وبين الطرف الآخر ده ممكن يبعده عن الله ومعرض لفقد مكانه في الفردوس، زي ما هو بيقول زي ما انطرد آدم من الفردوس الأول. وقف هذا الإنسان يصلي ويطلب فعلا من ربنا وقدم توبة أمام الله ومشى إلى أب اعترافه، وابتدى أنه هو يأخذ خطوات في الطريق للتصالح والصلح مع هذا الإنسان زميله في الكنيسة. انتهت بنعمة المسيح بمساعدة الأب الكاهن إلا أنه يرجع السلام بيناتهم وينقي الجو بيناتهم. مغزى هذه القصة يا أحبائي رسالتنا اليوم، وهو فرصة إن احنا نراجع أنفسنا زي ما بيقول الكتاب المقدس في سفر الرؤيا أصحاح 2 وعدد 5، زي ما قلت إنه الآلام دي ممكن تكون سبب إبليس يريد أن يزرع أتعاب، يريد أن يزرع خصومات، يريد أن يزرع خلاف ما بين أولاد الله، يريد أن يزرع خلاف في وسط الكنيسة. عشان كده يقول لنا كده الكتاب المقدس اذكر من أين سقط وتب وعمل الأعمال الأولى. صاحب هذه القصة بيدي 3 دروس من هذه القصة، يقول كده: أولا لا تهمل الكلمة الصغيرة التي يرسلها لك الله من خلال الكتاب المقدس أو على لسان أب اعترافك أو في أي عظة أخرى، أو لربما من الرسائل اللي بتاجي للإنسان كل يوم دي، قد تكون رسالة هامة لإنقاذك من متاعب كثيرة وفتح خطط الشيطان. تاني درس أو تاني مغزى يقول كده: مسيحيتنا وحبنا لله العلامة بتاعته هي المحبة الإلهية اللي قال عنها السيد المسيح، لا تسمح لإبليس أن يثيرك على الآخرين بالإدانة أو الغضب، وإن اختلفت معهم لا تجعل الأمر يصل إلى حدة الخصام. إن حصلت أي نوع من المشاهدات، يقول صاحب هذه القصة، اسرع بالاعتذار في أقرب وقت مهما كان خطأ الآخر. آخر حاجة، كن خاضعا لأبيك الروحي ولا تهمل نصائح أب اعترافك أو الإنسان أو الشخص أو الأب المرشد ليه.
معنى كده يا احبائي انه الكتاب المقدس دايما بيحطنا في الطريق الصحيح، طريق المؤدي الى الحياه الابديه. الله من خلال عارف انه في ألمات هتقابلنا في هذا العالم، لكن يقول لنا كده خلوا بالكم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا ان انا قد غلبت العالم. مسيحنا القدوس يعطينا يا احبائي ان احنا ننتبه لحياتنا ولابديتنا، ولا نعطي لابليس مكانا، لانه قادر ان يسحق الشيطان تحت ارجلنا سريعا ويعيد محبتنا كاعضاء في جسد المسيح الواحد، له كل التي هي كنيسته المقدسة، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.